صلاح محسن صلاح محسن من ناحية تانية رفض يجاوب على سؤال اتوجه ليه من مسؤولي النادي الأهلي السؤال كان إيه؟ هل أنت فعلا يا صلاح يا محسن قعدت مع مسؤولي نادي الزمالك وتفاوضت معهم اللي عرفناه في رقم عشرة أن صلاح محسن اتهرب من الإجابة عن السؤال ده لكن مسؤولي النادي الأهلي عرفوا أنه تفاوض فعليا من خلال وكيل لاعبين مع نادي الزمالك عشان كده الاهلي رفض يسيب صلاح او يمنحه اي استغناء مفتوح وحطه في قائمه الانتظار خوفا او خشيه ان هو ينتقل لنادي الزمالك في صفقه انتقال حر ده بالنسبه للنادي الاهلي واخبار النادي الاهلي